السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي متابعين سنة تانية ابتدائي زمايلي وزميلاتي وكمان الطلاب برحب بيكم في حلقة جديدة من دروس الصف الثاني الابتدائي ماستر متاني اتأخرت عليكم شوية معلش لان كنت بساعد المرحلة الاعدادية لكن رجعت لكم طبعا تاني لان احنا اتفقنا ان احنا هنكمل المنهج مع بعض للنهاية علشان نستعد لسنة تالتة وإحنا متأسسين تمام وكمان اه ان شاء الله هنزل لكم بحلقات كورس كريزي ماس وده اعلان مني لأول مرة على قناتي هنا ماثوث شيماء سعيد على اليوتيوب اه كورس كريزي ماس هقول على تفاصيله في الفيديوز هتستفيدوا جدا منه والولاد هيستثمروا الأجازة بشكل ممتع جدا بعيد عن ستريس وضغط المذاكره هيكونوا بياخدوا ماث في نفس الوقت ماث ويز فن هيكونوا مستمتعين وهيقضوا وقت حلو آه ان شاء الله تابعوني باذن الله انا بجهز لكم الحلقات هبدا فيها تسجيل بعد ما ننتهي من المنهج على طول ودلوقتي يلا بينا نبدا درسنا النهارده بس قبل ما نبدا في درسنا النهارده لو انت بتشوفني لاول مره اوعى تنسوا تشتركوا في القناه وتضغطوا على الجرس اللي جنب الاشتراك وتختاروا الكل علشان تكونوا مشتركين فعليين ويوصلكم اشعارات بكل الفيديو اللي بتنزل اول باول لو انت حابب تسمع اي درس من الدروس اللي فاتت بحط رابط الدرس السابق في الوصف اسفل الفيديو او رابط الدرس التالي وكمان رابط قائمة التشغيل اللي فيها جميع دروس الترم التاني Today we will talk about lesson 91 our key vocabulary today addent fact family addent fact family inverse part whole addent معناها العدد المضاف fact family اللي هي عائله الحقائق inverse يعني عكس part يعني جزء وwhole يعني الكل او علشان تكون المدرسه وقفت انتوا بطلتوا تستخدموا الورد وول وحقت الكلمات لان دي بتساعد الولاد جدا ان هم يكملوا ويكونوا حصيله لغويه كتير عندهم تساعدهم في السنوات الجايه لازم تستخدموا الورد وول وعندكم طرق كتير دلوقتي الفوم بقى فيه الوان كمان بقى فيه عندك طرق كتير من اللوحات والورق الملون ان انت تكتب الكلمات بالمعنى بتاعها او باي رسمه او منظر يعبر عنها بتخلي الولاد يحفظوها هما رايحين وجايين بيفضلوا يبصوا على اللوحة المتعلقة ويستفيدوا منها أدند تاني معناها العدد المضاف فاكت فاملي ما تقلقوش من كلمة عائلة الحقائق الدرس بتاع النهاردة ده سهل جدا 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 ممكن المصطلح يبدو ان هو كبير لكن الولاد هيلاقوها زي اللعبة سهلة انفيرس يعني عكس وبارت يعني جزء وهناخد الهول الكل لو في رسمه زي اللي موجوده قدامنا دي وعلى فكره هو موجود الدرس كده في كتاب المدرسه بس الجزء ده كده انا جايباه من دليل المعلم الرسمه دي على شكل بيت وفي عندي شبابيك ومكتوب عندي الفايف 5 ومحتاجه اعرف الريليشن اللي بين ال5 دي لو انا عملت لهم بلس الناتج هيكون ايه انا هستدعي هنا ذاكره الولاد في الترم الاول درسنا الـ addition strategies اللي كانت Mentally يعني بنستخدم استراتيجيات الحساب الذهني وكان منها double number plus one و double number minus one و making ten و double of numbers لو أنا هستخدم أي استراتيجية من دول في الحل أنا مقدرش أستخدم غير counting up و double of number و making ten ما ينفعش هنا أستخدم double of number plus one ولا double of number minus one لأن العددين دول غير متتاليين فأنا عندي و والسيفن هنعمل 5 plus 5 plus 2 5 plus 5 equals 10 10 plus 2 equals 12 ممكن طالب تاني يقول أنا هعمل counting أنا هعمل counting up after 7 count 5 times after 7 we have 8, 9, 10, 11, 12 دي كمان إجابة صحيحة طالب تاني هيقول انا هستخدم استراتيجية الماكينج 10 فال7 دي محتاجة 3 علشان تكون ال10 7 بلس 3 10 وال5 عبارة عن 3 بلس 2 فانا خدت منها 3 فضلت ال2 2 بلس 10 equals 12 كل الطرق دي صحيحة وطلعت الناتج 12 طيب الشبابيك اللي موجودة في البيت ده هنستفيد منها بايه اول سكوير عندنا هنكتب ال5 بلس 7 equals 12 ممكن نعبر عنها بشكل تاني ونقول 7 plus 5 equals 12 in addition operation the order doesn't matter in addition operation the order doesn't matter يعني ايه؟ يعني في عملية الجمع عملية إبدالية إيه لو بدلت العددين مكان بعض في الجمع مش هيأثر على الناتج أبدا والناتج هيفضل زي ما هو 5 plus 7 equals 12 7 plus 5 equals 12 لكن خلونا نركز بقى في السبتراكشن لو انا قلت 12 minus 5 هيديني ايه 12 minus 5 هيديني كام انا عندي كذا طريقة احل بيها 12 minus 5 احنا قلنا ممكن نستخدم الميكينج 10 استراتيجي ممكن نقول ان 12 دي 10 plus 2 minus 5 وان 10 minus 5 ب 5 و 5 plus 2 ب يعني 7 يعني الناتج 7 ممكن نعمل count, counting up after 5 to get 12 ونفضل نعد بعد ال 5 لحد ما نوصل ل 12 ونشوف عدينا قد ايه نلاقي ان احنا عدينا 7 numbers ايا كان السهل عليك ان انت تحل بيه ال, subtraction, ال هتكون صحيحة هيطلع الناتج 7 ملاحظين ايه what do you not we notice that 5 plus 7 equals 12 and 12 minus 5 equals 7 This is the mean of inverse، inverse يعني عملية عكسية، دي عملية عكسية، طب لو قلنا 12 minus 7 equals a. ويل دان حبايبي اللي متابعيني دايما واللي بيتابعوا كل الدروس واللي متميزين بيبعتوا دايما مسج يا مس انت طولتي علينا يا مس انت فين آه سلمى محمد كل شويه متابعه معايا سلمى انا بحبك جدا جدا وفرحانه جدا بمتابعتك وكل اللي بيسالوني دايما يا مس اتاخرتي علينا ليه آه انا اسفه جدا لو كنت بت... بتاخر عليكم شويه بس رجعت تاني ان شاء الله نكمل مع بعض المنهج 12 7 equals 5 Can we say that 7 minus 12 equals 5? ممكن نقول إن إحنا ممكن ناخد 12 من 7 طبعا الإجابة دي غلط وأنا حاطة wrong كده بعلامة كبيرة جدا لأن دي فولس فولس بعلامة كبيرة جدا لأن ما ينفعش أبدا إن احنا نقول 7 minus 12 equals 5 طب ده معناه إيه؟ طبعا معناه إن subtraction is not like addition the order of the numbers doesn't matter في عملية subtraction ما بتكونش العملية زي الaddition ما ينفعش نعكس الترتيب فين؟ في subtraction في الطرح لكن ينفع جدا في الجمع مفيش فيش مشكله لكن في الطرح ما ينفعش ما ينفعش نقول في subtraction 12 minus 5 equals 7 نروح نقول 5 minus 12 equals 7 ما ينفعش نعمل كده في subtraction لكن ينفع نعمل كده فين في الادشن يبقى عمليه الجمع عمليه ابداليه لكن عمليه الطرح عمليه غير ابداليه Okay, now turn to your student book page 64. Add the numbers together and record the sum in the green box. Complete the four-number sentence using the three numbers. التيتشر inside كلاس هيبدا يدي الولاد كاردز والكاردز دي مكتوب عليها نمبرز ويبداوا الولاد يختاروا تو كاردز ويحطوا واحد في الـ في السكوير البلو وواحد في الـ yellow سكوير ويطلع السم بتاعهم او الناتج بتاعهم في الـ green سكوير يعني هيحط العدد الاولاني في الازرق والعدد الثاني في الاصفر ويكتب الناتج في الاخضر ولو قلنا ان انا معايا اول كارد عندنا was number 3 second card was number 7 Can you tell me the sum of 3 and 7? Mm, 3 plus 7 equals, excellent, equals 10. 3 plus 7 equals 10. So we can say 7 plus 3 equals 10. 3 plus 7 equals 10. Or 10 minus 3 equals 7. 10 minus 7 equals 3. This is the inverse and the relation between addition and subtraction. هي دي العلاقة ما بين الجمع والطرح. والعكس احنا عرفنا ان عملية الطرح عملية عكسية للجمع بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا لما جمعت ال7 وال3 اداني ال10 ممكن اخد ال10 اللي هو المجموع بتاعهم ده اطرح منه ال7 يديني 3 او اطرح منه ال3 يديني ال7 يعني هما مرتبطين ببعض جدا 3 plus 7 equals 10 10 minus 3 equals 7 10 minus 7 equals 3 What about 5 and 8? 5 plus 8 equals? Hmm, who can tell me? Well done, equals 13. So we can say 8 plus 5 equals 13. So we can say 8 plus 5 equals 13. 5 plus 8 equals 13. 13 minus 5 equals 8. Or 13 minus 8 equals 5. طيب إحنا اتدربنا كده على الأسئلة اللي موجودة في الكتاب لكن لسه في موجود جزء ما اتحلش. أنا عايزاكم تحلوا الجزء ده وتبعتولي الحل على الجروب تكتبوه عندكم كده وتخلوا الولاد هم قاعدين مستمتعين يرسموا الشكل بتاع الهاوس ده ويلونوا كده ويندو منهم باللون البلو ويندو باليالو ويندو بالجرين ويجمعوا الاعداد ويملولي كل السكويرز دي بنفس الطريقة اللي انا لكم بيها في الشريحة اللي فاتت انا هستنى ده هومورك منكو كل اللي متابعيني براجع معاكوا تاني يا مرام بدري يا جاسر يا سلمى محمد يا سلمى خير يا ادهم يا ياسين حماد يا كنزي يا ياسمين يا بنات كتير جدا يا جوري يا كرمينا يا كل اللي كانوا متابعيني يا جون يا كيريا يا مين تاني ها كنتوا كتير قوي يا وائل يا محمد اسماعيل يا احمد يا علي يا كل الناس اللي كانت متابعيني انا مش عايزة اكون نسيت اسماء يا ملك عماد كل اللي كانوا متابعيني انا عايزاكم ترجعوا تاني آه، تتابعوا معايا عايزين نخلص المنهج ونصحصح كده انتوا خدتوا لكم ريست اهو بتاع اسبوع واكتر مني هنرجع تاني مع بعض حلوا الاسئله دي وبعتولي الحل على الجروب بتاعي ماس وورث شيماء سعيد او دروسنا في بيتنا مجانا Now reflect on your learning what is the relation between addition and subtraction use picture numbers or words to show your thinking ممكن الولاد يستخدموا صور آه او اعداد يعني يقترحوا اعداد ويحلوا مسألة ويعملوها مرسومة زي اللي كانت لسه حالا في الستودنت بوك بتاعهم في الصفحة اللي فاتت وممكن يقولوا عبارة يعبروا بيها عن عملية الجمع والطرح ويقولوا addition and subtraction are related يعني عملية الجمع يعني عملية الجمع وعملية الطرح عمليتين مرتبطتين ببعض لأن هما inverse يعني آه عمليه عكسيه ممكن كمان يزودوا عليها اكزامبل من عندهم يختاروا اي عددين مثلا يقولوا 1 2 3 3 1 2 3 2 equals 1 وبكده يبقى هما جابوا الريفليكشن ده بشكل صحيح اي اجابة يقولها الطالب في النطاق الصحيح تعتبر صحيحة مش لازم انا املي عليه الاجابة خالص انا بسيبه يتكلم ولو كان بيجاوب صح انا بساعده ان هو يصيغ العبارة this is the end of lesson 91 لكن زي ما وعدتكم لكن زي ما عدتكم زي عنوان الفيديو دلوقتي هننتقل لليسون 92 وكمان ليسون 93 في نفس الحلقة تابعوا الفيديو للنهاية وان شاء الله تستفيدوا لسه في هومورك موجود في ليسون 92 ولسون 93 Lesson 92. our key vocabulary in lesson 92 review vocabulary as needed في الدرس ده مش مديني Vocabulary جديدة لكن بيقول لي راجع ال لو احتجت لده طيب المفروض ان التيتشر inside class لو كنا لسه موجودين في الكلاس وما كانش فيه ظروف الفيروس اللي احنا موجودين فيها دلوقتي ربنا يحفظكم ويحمينا جميعا من كل سوء كان المفروض التيتشر هيبقى مجهز ايه كان التيتشر هيبقى مجهز مجموعه ادوات علشان يستخدمها في شرح الدرس ده وهي دي الادوات الخاصه بالتيتشرز الجزء اللي من تحت ده مش لاولياء الامور ولا للطلبه ده للتيتشرز اللي بيتابعوني واللي بياخدوا الفيديوز دي كمرجع ليهم قبل ما يحضروا الليسونز وده لان ان شاء الله السنوات الجايه ربنا يجيبها بالخير لو اي حد شاف الليسونز دي والفيديوز دي قبل الشرح يستفيد منها Uh, ده الشكل اللي عندنا في الدرس ده وبنستخدم حاجة اسمها number line number line يعني خط الأعداد number line بيكون مكتوب عليه numbers uh, ascendingly يعني مرتبة ترتيبا تصاعديا وبنبقى ماشيين when we go right the value of the number increase and when we go left the value of the number decreased لما بنمشي ناحيه اليمين قيمه العدد بتزيد ولما برجع لليسار قيمه العدد بتقل يعني الزيرو هو ماشي على اليمين خطوه بقى 1 ماشي كمان خطوه بقى 2 بقى خطوه بقى 3 عمال يزيد اهو عشان احنا ماشيين من الليفت للرايت right لكن لو رجعنا من الرايت للليفت هنلاقي هنلاقي الفاليو ديكريز بتقل ال20 بقت 19 بقت 18 بقت 17 عماله تقل طيب انا ده النمبر لاين اللي عندي وادي الاعداد اللي عليه هستفيد ازاي من النمبر لاين when we subtract numbers في عملية السبتراكشن في الطرح تعال نشوف اول اكزامبل معنا النهاردة 17-5 هنستفيد ازاي من النمبر لاين في ان احنا نعمل عملية السبتراكشن بطريقة سهلة جدا ولا هنستخدم الميكينج 10 استراتيجي ولا هنقعد نعمل كاونتنج اب ولا اي حاجة 17-5 اول طريقة عندي اول خطوة عندنا هنعمل ايه هنيجي عند السبنتين ونحط السيركل وبعد كده السيركل دي نرسم سيركل فوقيها اللي احنا هنحركها لو احنا بنعمل بلس هنتحرك لليمين لو احنا بنعمل ماينس هنتحرك للليفت لليسار طيب انا هنا بعمل ماينس فايف بعمل ماينس فايف يعني ارجع خمس خطوات ادي وان تو 4 5 لما رجعت الخمس خطوات لقيت نفسي فين عند 12 يبقى نكتب الناتج 12 نحل كمان واحده عشان نتدرب اكتر 15 9 طلعت 6 ازاي ادي آيه ال 15 نحط عندها السيركل وبعد كده ناخد السيركل اللي فوقيها نرسم التو سيركلز فوق ال15 واحده نخليها موجوده عند ال15 عشان نفتكر احنا بدانا من فين وناخد السيركل الثانيه اللي انا رسمتها فوقيها عشان هحركها هحركها عندي ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 وصلت فين وصلت عند ال6 يعني السيركل الثانيه دي رسمناها عند ال6 وصلت عند ال 6 يبقى الناتج بتاعي 6 كمان واحدة نحلها ونمثلها مع بعض 18 12, 12 أحط سيركل هنا عند ال 18 12. 12 يبقى 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 لقيت نفسي وصلت عند ال 6 يعني السيركل التانية اللي فيها دي بتفضل تتنطط لحد ما ترجع 12 كده وصلت لحد ال 12 لحد ما ترجع 12 من الخطوات وصلت لفين وصلت لل6 يبقى الناتج هو 6 طيب لو كان عندي 17 8 17 8 نحط السيركل عند 17 17 8 يعني هتحرك 1 2 3 4 5 6 7 8 هلاقي نفسي وصلت لفين وصلت لحد ال9 يعني هي ترجع 8 من الخطوات وصلت لفين لورا وصلت لل9 يبقى الناتج 9 يبقى الناتج 9 طيب انا محتاجه منكم تعملوا ايه محتاجه منكم تمثلوا ال 16 9 في البيت هوم ورك عليكم تعملوا لي النمبر لاين وتطلعوا لي من الرم... وتطلعوا من النمبر لاين الناتج بتاع السبتراكشن لل 16 9 كمان عايزاكم تعملوا رسمه تانية ونمبر لاين جديد وتعملوا لي وتنفذولي 19 12 وتطلعوا الناتج هو ده الهومورك الخاص بلسون 92 اللي هستناكم تعملوه يعني اللي سامع الفيديو ده كويس من غير ما يجري اي جزء عارف ان احنا لحد دلوقتي في الفيديو خدنا اتنين هومورك واحد خاص بلسون 91 وده التاني اللي خاص بلسون 92 هنكمل مع بعض لسن 92 لسه في اكزامبلز تانية وده النمبر لاين اللي مرسوم في الستودنت بوك في كتاب الطالب مرسوم من اول 20 لحد 40 وعايز نحل المسائل دي 38 15 هنحط سيركل عند 38 بالشكل ده دي نقطة البداية بتاعتي اللي starting point يعني نقطة البداية اللي هبدأ منها minus 15 يعني هنرجع لورا 15 هناخد 15 خطوة لورا

37 16 أحسبها إزاي؟ طبعا هاجي عند ال 37 هنا و 16 يعني go 16 steps to the left هتحرك 16 خطوة لليسار وأشوف هوصل لفين هلاقي نفسي وصلت لل 21 طيب بمناسبة ال 28 8 هنحط circle عند ال 28 واتحرك من الخطوات هلاقي نفسي وصلت لحد 20 الموضوع ده سهل جدا عبارة عن لعبة نقدر ننفس في البيت نمبر لاين لأولادنا ونخليهم كمان يساعدونا في التنفيذ عندنا في البيت كراتين كتير قديمة مش محتاجينها في حاجة عندنا الفوم اللي متوفر عنده يعني أنا بقول ليه دايما كراتين في الأول عشان مش عايزة أكلف عليكم لكن اللي متوفر عنده فوم اللي متوفر عنده لوح يقدر يعمل شكل النمبر لاين ده ويعمل الاعداد على النمبر لاين ويبدا يلعب بالكوتش اللي هو في عندنا الكوتش اللي هو اللي بيلزق وشين ده ممكن يبقى جاهز معايا وحطه انا على طول النمبر لاين ويبقى الجزء الخشن مثلا معايا محطوط عليه اعداد كتير انا قصاهم في دواير وابدا آه ويكون الجزء الخشن اللي عندي ده مثلا موجود عليه الدواير بتاعتي اللي ببدا اشيلها من هنا واحطها هنا واعد وارجع خطوات صدقوني دي وسيله تعليميه هائله للمدرسين وفي نفس الوقت الأولياء الأمور في البيت لعبة جميلة جدا تقدروا تعملوها حتى بين الولاد في البيت وتشوفوا مين اللي هيرجع خطوات صح من غير ما يغلط ويقف عند العدد المظبوط ويطلع ناتج الطرح بطريقة سليمة وبكده يبقى تدرب على النمبر لاين في الأجازة وهو بيلعبه مستمتع لسه عندنا اكزامبل بيقول لي 52-9 52-9 فين مكان ال 52 على النمبر لاين ال 52 نحط سيركل عند ال 52 طيب أرجع إزاي 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 هنرجع نلاقي نفسنا فين عند ال 43 يبقى الناتج بتاعنا 43 طب واحد يقول يا مس أنا مش متوفر معايا اللي أنت قلتي عليه ده اللي هو التاتش الوشين واتش التاتش الوشين اللي هو وش خشن ووش ناعم وقعد آه الزق ومحتاج مسدس شمع او شمع وعد الزق بيه انا مش عايزه اعمل ده انا عايز حاجه سهله في حاجه سهله جدا جدا تقدروا تستخدموها ودي بقى متوفره في كل بيت الاكياس البيضاء الشفافه اللي احنا بنستخدمها في استخدامات كتيرة جدا في البيت وبنشتري فيها الطلبات بتاعتنا الاكياس البيضاء الشفافه دي تقدر تعمل النمبر لاين ده على لوحه وتحط الكيس الابيض الشفاف ده في شكل آه جيوب وتلزقه من الطرفين والخط مرسوم وتبدا تحط اللوحه اللي انت قصيتها على شكل دايره صغيره اللي انا بحركها لكم هنا في الفيديو دي تحطها في المكان زي ال52 في الجيب اللي كان عند 52 واول ما تبدا ترجع تسع خطوات بتبدا تعد على الخط بتاعك تسع خطوات للخلف وتوصل لحد الجيب بتاع ال43 فتحطها فيه يبقى انت كده عرفت الناتج وتكون حاطط سيركل بالقلم كده على الكيس دي بتتمسح بسهوله الاقلام بتاعه اللوح ترسم على الاكياس بتتمسح ما مشكله في طرق كتير يا جماعه بديكم افكار ان انتوا تنفذوها للناس اللي قالت ادينا افكار تيتشنج ايدز ونقدر نستخدمها انسايد كلاس ده بالنسبه للتيتشرز وكمان اولياء الامور يقدروا يعملوها لاولادهم ويلعبوا بيها في البيت انا قلت لكم بسرعه ليسون 92 ليه علشان مش عايزه اطول الفيديو عليكم لان الفيديو ده فيه 3 دروس مع بعض فانا كده شرحت 91 و92 وزي ما انتم شايفين 92 سهل جدا لو في اي استفسار عن اي شيء مش واضح اكتبولي في الكومنتس وانا هوضحه لكم لسه الشابتر ممتد معانا ده اول 3 دروس في الشابتر ده لسه احنا معانا ليسونز لحد ليسون 100 في الشابتر ده ان شاء الله هحاول كل فيديو ان انا اضم درسين او ثلاثه بحيث ان احنا ما نتاخرش في ختام المنهج ده كان الهومورك بتاع ليسون 92 الاكزامبل اللي كان قبل كده قلت لكم عليه كده انتوا خدتوا هومورك في 91 و هومورك في 92 اسمعوا الفيديو للنهايه اخر lesson معايا النهارده lesson اسمعوا الفيديو للنهايه لان اخر lesson معايا النهارده lesson 93 Lesson 93 Our key vocabulary Review vocabularies as needed هنراجع بعض الفوكابلوريز كده لو احتاجنا بس بما ان الليسون ده عبارة عن life story problems يعني مسائل كلامية او مسائل حياتية لفظية فاحنا هنحتاج نراجع كلمة more اكثر وكلمة left الباقي وكلمة هاو many كم عدد علشان الكلمات دي يبدأوا الولاد يفتكروا ان left و يعني الباقي دي مفاتيح حل كده بنحل بيها المسائل وانا ما بحبش ان الولاد تتعلم تحط circles وتبدأ تعمل بلس او ماينس هم مش فاهمين لازم يفهموا كويس الجملة كلها بتاعت الستوري بتقول ايه علشان يحلوا هم اللي يحددوا الابوريشن هما اللي يحددوا بنفسهم الاوبريشن اللي هنستخدمها في المسألة الليفت اللي هي اللي الباقي more يعني أكثر وهاو many كم عدد ده شكل البيج في كتاب المدرسة بيج lesson 93 كانت بيج كام كان بيج 68 Now solve the story problems سمير made 48 cookies He gave 22 to his sister Dahlia. How many cookies are left? سمير عمل ايه؟ سمير ميد 48 كوكيز سمير آه قاعد فاضي بقى دلوقتي في الحجر ومش وراه حاجه وملتزم بالحجر في البيت فقاعد كل شويه يعمل كوكيز والكوكيز دي بيعملها في 10 دقائق مش فاهمه ايه فكره بسكوت 10 دقائق واحنا عندنا 24 ساعه في البيت ما علينا مش قصتنا يا جماعه سمير ميد 48 كوكيز هو عمل 48 من الكوكيز هي جيف 22 تو هي سيستر داليا ادى اخته داليا 22 من الكوكيز اللي هو عملها How many cookies are left? يا ترى فضل كام؟ هو الأول كان عامل كام؟ 48، طب إدى داليا أخته كام؟ إدالها 22، فضل كام؟ are left يعني الباقي المتبقي مع سمير كام؟ يبقى the number of left cookies عدد الكوكيز اللي فضلت معايا بعد ما إدى لداليا هنعمل addition ولا subtraction؟ برافو عليك نعمل سبتراكشن وماما طبعا هتسيب الكمبيوتر وهتقوم تعمل لكم دلوقتي كوكيز وانتم كملوا معايا 12 الشرح 48-22 ها 48-22 8-2 equals equals 6 4-2 equals 2 intense so the left cookies is 26 cookies طبعا ايه المفتاح اللي خلاني اعرف ان العملية دي سبتراكشن وفي ديفرنس عندي كلمة ار ليفت ار ليفت هي اللي عرفتني ان انا بدور على الباقي يعني هنعمل سبتراكشن ونحسب الديفرنس واحنا بنحسب الديفرنس بنجيب العدد الكبير في الاول ونطرح منه العدد الصغير فبنقول 48 ماينس 22 ايكوز 26 الهومورك اللي عليكم بقى ان انتوا آه طبعا ده مش مطلوب منكم في كتاب المدرسه هي ستوري عاديه وتحلوها بس احنا عشان نتدرب اكتر على نمبر لاين بعد ما تكتبلي الاستوريز دي كلها وتحلها تاني من غير ما تشوف الاجابه بتاعتي ارسم كمان نمبر لاين وابدا النمبر لاين هنا من اول 40 لحد ارسم نمبر لاين وابدا النمبر لاين من اول 20 لحد 50 وبعد كده مثل عليه 48 22 وشوف هتقدر تطلع الناتج عليه ازاي طيب In the class there are 35 girls and 13 boys how many more girls are there than boys هنقراها تاني انا دايما بعلمكم ان احنا اول مره في الستوري ناخد الستوري نقراها كلها على بعضها تاني مره نقراها ونبدا نترجمها عشان نفهمها In the class there are 35 girls and 13 boys كان في في الفصل 35 بنت و13 ولد How many كم عدد how many more girls than boys how many more girls are there than boys يا ترى في عدد بنات اكتر من الولاد قد ايه ايه هي الزياده بتاعه عدد البنات عن الاولاد البنات بيزيدوا عن الولاد بقد ايه البنات كانوا كام كانوا 35 والولاد كانوا كام؟ كانوا 13 يبقوا البنات اكتر من الولاد بقد ايه؟ علشان نحسب دي محتاجين نعمل سبتراكشن عشان كده ما بحبش اللي يقول الولاد اول ما تشوف كلمة مور دي معناها بلس حط بلس الاجابة هنا مش بلس الاجابة هنا ماينس لان بيسأل عدد البنات اكتر من عدد الولاد بقد ايه يبقى نقول 35 13 22 So there are 22 girls more than boys. 22 girls more than boys والمسألة لازم نفهمها كويس قبل ما نبدأ فيها حل. Jenna collected stamps. She had 180 stamps. She gave 20 to her brother. How many does she have left? She have left كلمة left جت تاني. have left يعني تبقى. تبقى معها كام؟ تعالوا نترجم المسألة من الأول تاني. جانا collected stamps. جانا عندها هواية جمع الطوابع. She had 180 stamps. كم معاها 180 من الطوابع دي؟ She gave 20 to her brother. أخوها طلب منها مجموعة فراحت اديت له 20 منهم. How many does she have left؟ يا ترى تبقى معاها كام؟ طب هي كان معاها كام؟ كان معاها 180. ادت اخوها كام ادت له 20 180 20 هيديني كام هيديني 160 stamps 160 stamps إيه اللي عرفني ان احنا نعمل minus لان هو بيسألني بيقول لي have left تبقى معها كام كم عدد اللي تبقى معها انا هسيبكم تحلوا فور لوحدكم علشان اتأكد انتو فهمتوا ولا لا وهتبعتولي الحل ده كمان على جروب دروسنا في بيتنا مجانا او هتبعتولي الحل على جروبي ماس اند discover with شيماء سعيد وتكتبولي في الكومنتس هنا على القناة ان انتوا بعتولي الحل وجاوبتوا وسمعتوا الفيديو للنهاية علشان اعرف اجمع كل الاسماء دي واحتفل بيهم بشهادات تقدير وحييهم في الفيديو الجاي هسيب لكم الشاشه كده ثواني تقدروا تعرفوا شكل الاسئله اللي موجوده دي موجوده في كتاب الطالب انا عايزاكم انتوا تحلوها لان انا شرحت لكم امثله زيها وعايزه الولاد هم اللي يحلوا ويبعتوا الاجابات بتاعتهم انا بصحح كل الاجابات اللي بتتبعت وبقرا الاجابات كويس جدا ولو كانت صح بقول لكم صح لو كان فيها حاجه محتاجه تعديل هنبهكم علشان الولاد يحلوا بنفسهم واعلم لهم كاننا بناخد هومورك حقيقي انا هعدي بسرعة الجزء ده وادي الحل بس انا مش عايزاكم تشوفوا الحل انا عايزة الولاد هم اللي يحلوا بنفسهم بكده يبقى حلقة النهاردة انتهت والفيديو بتاع النهاردة انتهى بشكركم جدا للمتابعة والتعليقات الطيبة ومحتاجة منكم شير للقناة ولايك للفيديو لو كان عجبكم واللي ما اشتركش ينزل يشترك دلوقتي حالا في القناة وما ينساش يفعل الجرس شكرا ليكم واشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته